يحدق الطفل عبد الله إلى السماء حالما بتحقيق أمنيته في أن يصبح طيارا ليعوضه حرمانه من دفء المنزل الذي فقده بسبب انفصال الأب عن الأم لتكون شوارع محافظة ديوانية المأوى له بدلا من العيش في جو الأسرة والعائلة. أنا عمري 10 سنوات بصف الثالث ابتدائي، وما طردتني وابوي طردني، وظل انا بدار الايتام، وخميس وسبت وجمعه يودونا لهن، ابوي ما يستقبلني، يودونا لماما ما تستقبلني، يودونا الخواله، خواله ما يستقبلوني، وظل هنا انام بالشوارع. انا محروم من هذا البيت، اتمنى واتخرج واصير طيار. معضله قانونيه واجهت دار الدوله لرعاية البراعم التي تمكنت فيما بعد من احتضان عبد الله بشكل مؤقت في الوقت الذي أشار فيه مكتب مفوضية حقوق الإنسان إلى ضرورة قيام مؤسسات الدولة بواجباتها تجاه المشردين وتكييف أوضاعهم الإنسانية والمعيشية. بالنظام الداخلي يمنع أنه نستقبل مشردين. حالة المستفيد عبد الله أتى إلى الدار بقرار قضائي، ونص القرار القضائي كان يقول أنه لازم يكون تحري عن العائلة ومحاولة دمجه أسريا، فاستقبلناه وآويناه بالدار. العراق مصادق على كثير من هذه الاتفاقيات، يجب أن تكون هنالك رعاية، لا سيما أن الدستور العراقي لسنة 2005 ثبت هذه الحقوق، وبالتالي على الحكومة أن تكون رعاية لهؤلاء الأشخاص الذين هم مشردين في الشوارع، والأطفال خصوصا، ولا سيما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها مؤسسة معنية بجمع الأشخاص المتشردين. جيل من اليافعين بحاجة إلى عناية خاصة من قبل مؤسسات الدولة العراقية ودمجهم اجتماعيا واستثمار طاقاتهم بدلا من تركهم عرضة لسطوة مافيات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية. من الديوانية معتز العبودي